وشامخا، ولن تكون نتيجة خسارة مباراة أو مغادرة بطولة نهاية المطاف. فكم وكم من البطولات التي حصدتها، وكم من المنصات التي اعتليتها، وكم من الأيام التي أسعدت فيها عشاقك ومحبوك. أهلا بكم مشاهدي قناة كارما، أتمنى منكم دعم ملخص بي باللايك والاشتراك بالقناة تقديرا لجهودي ومشاهدة ممتعة. وأنت صاحب الكثير من الأولويات. في المقدمة فارس وبركاوي، هنا رائد التحدي من أجل أن يرفع الراية مبكرا وأن لا يعلنها. عديد المواجهات فيما بين الفريقين، تاريخ يا مروان يا مروان، التقدم إلى الأمام، الضربة الأولى اعتمد عليها بشكل كبير في مباراة اليوم. تغيير اتجاه اللعب بصورة جميلة، الله على التحول يا تفارس، التحول المثالي، يأتي بركلة جزاء ريدوية من أمام من؟ من أمام لاعب كان غريما تقليديا للرائد. ها هو مدو يقع في المحظور، وها هو تفارس يتحصل على المطلوب، وركلة جزاء في وضعها في الشباك. هل هو كريم البركاوي؟ نعم كريم البركاوي، كريم. شوف سامي الجريس لازال لم يعطي القرار النهائي، خلاص حكم المباراة. ماذا يحتسب؟ يوهو، تزداد المصائب يا عميد. الرائد على خطأ يعيده حكم المباراة لأن التدخل كان خارج منطقة الجزاء، عشان كذا أشهر البطاقة الحمراء على مد الله واحتسب خطأ. خلفها محمد فوزير، كريم يبدو هو الأخطر، هو من سينفذها. البركاوي، الله، تسديدة أولى، فرصة خطيرة جدا لكريم، فرصة كبيرة للبركاوي، ضاعت وانتهت. والقاء الأحمر راح نتكلم عنها بعد كرة فوزير، عرضية إلى تفارس، يا الله، حتى وإن كان التسلل فالتصدي يحسب لك يا بعيوف، حتى وإن كانت أوفسايد. مرة أخرى يا كانتي إلى روما، اتحادية بكرة عرضية، لكن روما كان متسللا، كان متقدما، انتهت إلى خطأ وركلة حرة غير مباشرة. في مسابقة الدولي بعد الحزم وبعد أبها، الكرة باتجاه فيصل، تغيير اتجاه اللعب إلى الجهة اليسرى، الاتحاد بحثا عن إحدى الكرات، بحثا عن تورنادو بأن يقدم نفسه في هذا اليوم وأن يستمر بتقديم الصورة الجيدة والإيجابية له في هذا اللقاء. سننتظر بالتأكيد ماذا لدى صاحب الأهداف الخمسة وصاحب الصناعات الخمسة، صاحب المساهمة الاتحاد شيئا لجمهوره في هذا اللقاء قبل الكلاسيكو المنتظر والمباراة المرتقبة مع النصر. كرة ثابتة لدى كورنادو، عرضية من إيغور بحثا عن فيصل، عادت بحمدي فيصل، اللعيب فيصل، العودة إلى مروان، عرضية اتحادية باتجاه كريم، لكن الصافرة موجودة أيضا، والخطأ على قائد الاتحاد على اسمه الكبير ونجمه بالتأكيد. في دقائق المباراة القادمة راح نشوف حمد الجيزاني عرضها، الله، رائد التحدي لا يرفع رايته إلا للتحدي فقط، فرايته لا يستسلم معها أبدا. ظهر الجوكر، ومن أقواله أنه لا يلعب إلا دور البطل، لا يلعب إلا دور البطل، فأنا مختلف عن السابق، وغدا سأكون مختلفا عن اليوم، لذلك إياك أن تظن أنك تعرفني جيدا، إياك يا اتحادي أن تظن أنك تعرفه جيدا. ظهر الجوكر وسجل أولى أهداف التحدي، أعلم خامس أهدافه هذا الموسم للجوكر الذي لا يلعب إلا دور البطل، الذي لا يلعب إلا دور الهداف، الذي لا يلعب إلا دور النجومية في كل خيار أفضل
في الدفاع. 1-0 لرائد التحدي، لكن العميد له كلمة، له كلمة، له كلمة عن طريق من لا يغيب أبدا أمام الشباك، عن طريق من لا يغيب أبدا أمام المرمى، عن طريق من يقدم لهم الأفراح دائما ويرسل لهم التهاني. فعلها روما، فأنا أعرف طريق المرمى جيدا، فعلها رومارينيو، فأنا إن تعقدت عودوا لي، فأنا من سيعيدكم وأنا من سيقدم الأفراح لكم. فعلها روما، فعلها روما، يغيب من يغيب ويأتي من يأتي، روما حلهم الأول والأخير، حلهم الأول والأخير. فعلها رومارينيو في كل مرة يقولون بأنه انتهى، إلا أنه يبدأ معهم من جديد، يبدأ معهم. فيها هدفين وبطاقة حمراء وهدف قادم، وهدف قادم، عرضية إلى كريم. يا الله يا بنزيمة، هل تعلم بأنهم يحتاجون إليك اليوم أكثر من كل الأيام الماضية؟ هل تعلم بأنها هي المباراة الأولى التي يقود فيها مباراة للفريقين؟ الكرات الثابتة يا كورنادو، عرضية بحثا عن أحد الرؤوس، رأس الرائد أعلى، الكرة عادت لمصلحة فوزير، وصلت إلى حمد الجيزاني، لعب على لاعب، لعب على لاعب قادم من الوحدة، مر حمد بيرس، الكرة عرضية باتجاه تفرس، لكن فابينيو، كرة الدوسري وصلت لك، ممكن تسديدها على طول، عادت إلى فوزير، عرضية بالقدم اليمنى لم تغادر أرضية الملعب، لازال الرائد يشدد الخناق، عرضية إلى الجهة اليمنى، من يمنى إلى يمنى، وصلت إلى فوزير، وصلت إلى فوزير، عرضية، عرضية، يا الله يا تفارس، يا تفارس، ماذا أهدرت أيها، ماذا أهدرت أيها المهاجم؟ وهم ينتظرونك في هذا اليوم، وهم يبحثون عن أهدافك التي غابت اليوم، يبحث عن فوز آخر. فابينيو بكرة عرضية رأسية من تفاريس، ما عدت، وصلت وتسددت وعادت مرة أخرى إلى ركلة ركنية. فوزير بعرضية رأسية من مين؟ أندي آي، عدت كرته إلى تحضير بالراس، وصلت إلى الجهة اليسرى، لعب على لاعب، هنا كريم بركاوي، هنا الجوكر بيتقدم، التغطية الدفاعية عليه، والكرة بعد ذلك إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية لمصلحة الرائد، على من كان يلعب في الرائد سابقا، إنه سلطان الفرحان، عديد السنوات التي قدمها مع الرائد، قبل ذلك كان في الفئة. تعود من جديد إلى أخطرهم، إلى محمد فوزير أفضلهم، الكرة بالقدم اليمنى أم باليسرى لا يهم، عرضية إلى كريم، التسديد، تعود من جديد لدى مروان الصحفي. يا سلام يا مروان، هذه حتاخذ فيها بطاقة يا خالد، هذه حتاخذ فيها بطاقة صفراء. نعم، بعد هذا التدخل وبعد هذا السحب الواضح في اللقطة الماضية للاعب مروان، بأن واحدة من أجمل أشواط، أجمل أشواط الرائد، أجمل أشواط الرائد يا تفارس، رأسيتك عدت إلى ركلة مرمى ورج ملعبه، تفارس يتقدم وفوزير يسدد الفرصة الكبيرة للرائد بالضيف. 13 مباراة لم يفز في أي مباراة، بينما تفارس من أجل فوز طال انتظاره خارج ملعبه، من أجل فوز طال انتظاره خارج الملعب، خارج ملعبه، لأن الرائد خارج ملعب الستة السابقة، والكرة بتصل باتجاه ماتياس نورمان، التمريرة إلى الأمام، الكرة استلام وتسليم وسقوط بعد ذلك وخطأ لمصلحة اللاعب سلطان، خطأ على اللاعب كريم البركاوي، لدى فوزير، لاعب على لاعب، لدى فوزير التقدم، يروح، يروح بالقدم اليمنى، عرضها بعيدة عن الكل يا فوزير، ده حمد، عرضية خطيرة، الله
الله، لا زالت خطورة قائمة لدى كريم، لكن كانتي أي كرة خطيرة بتضيع أخرى لمصلحة رائد التحدي. فرصة يا كريم أمام المرمى بعرضية كانت مثالية يعاني منه الفريق في مباراة اليوم، بينما أمير سعيون فقط هو أبرز الغيابات، غياب كبير بالتأكيد بالنسبة للنجم الجزائري محارب الصحراء الكبير. أتي رائد التحدي عند خالد السباعي، عرضية رأسية إلى الأمام، عادت مرة أخرى روما بشتت، لا أحد، معاناة كبيرة، والمعاخر 5 مباريات له في الدوري، كان ذلك من أمام ضمك. كرة إلى مبارك الراجح بتمريرة وصلت إلى الدوسري، عرضية رأسية من تفارس بعيد كل البعد، لا بعيد كل البعد عن قيمة الهجومية الكبيرة جدا، بعيد كل البعد وشكل هذا الموسم ولأداء ونتائج هذا الموسم، واستمرار لذلك تفارس يظهر، تفارس لا زال يهدر الفرص حتى وإن كان كلهم ليسوا في الدفاع. فيصل يتقدم، فيصل يمرر، هيا يقول يا بنزيمة، تحرك، أفضل للريداوي، فوزير تقدم وانطلق واخترق وعرض، أوه يا برق طوعة، عادت الرائد أفضل أقرب، لكن هذه التسديدة انتهت إلى ركلة مرمى، فرصة هام تصل على طول في الجهة اليمنى، محاولة اتحادية فيها كرة عرضية، فيها سقوط مروان، فيها عودة مروان، فيها كورنادو، الرأسية بتتخلص قبل أن تصل إلى كريم، عادت مرة أخرى جولة 19، كرة طويلة، البحث عن تفارس، للتحدي عنوان، اسمه الرائد، وللأهداف لاعب اسمه كريم، فيما أكرمهم وأكرمهم، فيما أسعدهم وأفرحهم، إنه الجوكر الذي لا يغيب عن لعب دور البطل في كل المباريات، إذا احتجته ستجده أمامك مباشرة، عندما تحتاجه ستجده أمامك مباشرة. تعلمنا بأن لا تأمن الجوكر حتى النهاية، ها هو الجوكر يكتب النهاية التي يحبها، يمرض تفارس، الله على العمل، تفارس عرضية لكن كان يبحث على فوزير، تدخل مناسبات سابقة لم يفز، اليوم قريب، لكن كمارا له رأي آخر، كمارا رأيه ليس كافيا، الكرة وصلت سهلة لأندري، هل من قرار الإنقاذ؟ لمشاهدة اللقطة مرة أخرى، هل كان فيها شيء؟ القرار النهائي، لا شيء هناك، ولا داعي لأن أشاهد عدي اللحظات القادمة. الكرة باتجاه كانتي، مر كانتي، سدد، لكن دفاعات الرائد، الدقائق الأخيرة وصلت إلى فيصل، مشاها إلى صالح، كان ممكن يشوت، عادت إلى مروان، لكنهم يقفون في الدفاع. الكرة عادت إلى محمد فوزير تقدم، ولكن على طول الصافرة والبطاقة الصفراء على اللاعب هارون كمان، الله، لا، عرضية من فوزير لكنها لا تجد سوى محمد الدوسري في المرور، في التسديد، بالثلاثة، يضرب رائد التحدي في يوم لا ينسى، سيبقى في ذاكرة التحدي، فللتحدي عنوان دائم هو الرائد، حينما تسمع بالتحدي، فانظر إلى الرائد، حينما تريد أن تشاهد التحدي، شوف الرائد. نتيجة فوز للرائد 3-1، ها هي تتكرر اليوم، الرائد يضرب.
بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايبي تعالوا معايا نعمل فلوجة سريعة النهاردة. وفلوجتنا النهاردة لنادي غنتوت بالبولو ده هناك يا حبايبي، ده بيكون مبنى الإدارة هناك. وكمان أنا نزلت هنا أصور لكم الملعب، وشكله جميل جدا جدا الصراحة زي ما احنا شايفينه كده. طبعا